مبادرة وطنية بثوب إنساني استندت على عظيم أوجه الدعم الحكومي الموجه لفئتي كبار المواطنين والأشخاص من ذوي العزيمة عبر توفير عدد من البطاقات الخدمية والتعريفية التي تتيح لهاتين الفئتين الحصول على باقة من الخصومات والتخفيضات تصل إلى 50% على رسوم جملة من الخدمات الحكومية وأخرى تقدمها مجموعة من المؤسسات الخاصة. حصن مجتمعي برؤية حكومية تقدر قيمته الفعلية بقيمة الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة التي تضمها الجبال لا بقيمة علو الجبال وظاهرها. رصانة الأقوال تقابلها جدية الأفعال وطرح أشكالها الزاهية التي تحاكي متنوعة أوجه الدعم والرعاية لمختلف فئات المجتمع. وفي مقام حديثنا هذا دائما ما تتبنى الحكومة الرشيدة تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التنموية الرامية إلى إحداث تغيير نوعي لكل باحث عن الأمان في محيطه، ولعل فئتي كبار المواطنين والأشخاص من ذوي العزيمة هما من توليهما الحكومة جل عنايتها واهتمامها البالغين عبر تنفيذ برامج متنوعة لرعايتهم وتأهيلهم ودعمهم لتمكينهم من المساهمة في البناء والمشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ سارعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باعتبارها المعنية التي تمثل الحكومة في هذا المقام إلى توفير 12,530 بطاقة خدمة لكبار المواطنين ممن بلغوا ربيعهم 60 وأكثر، إضافة إلى ما يزيد على 4,600 بطاقة تعريفية لذوي العزيمة. مشروع وطني سطع بريقه من بنود قانون إنساني، فالقانون رقم 58 لسنة 2009 الخاص بحقوق المسنين، وتحديدا في المادة 9 التي نصت على إصدار بطاقة خدمة تستهدف المسنين سيمنحون بموجبها على تخفيضات تصل إلى 50% على مجمل الرسوم الخدمية في القطاعين العام والخاص. ما نصت عليه المادة 9 جاء مستندا على متكئ قانون يعتبر التشريع الأول من نوعه في المنطقة، ويوسع من نطاق حجم القوة القانونية للمسنين في البحرين. وأما فيما يتعلق بمنح ذوي العزيمة بطاقات تعريفية المسجلين في الوزارة والمستفيدين من مخصص الدعم المالي الشهري، فذلك سيترتب عليه أيضا استفادات بالجملة تصل إلى خصومات على الخدمات الحكومية بنسبة 50% وأخرى تتراوح من 5% إلى 50% على الخدمات في عدد من المؤسسات الخاصة. هذا الدعم الموجه لمثل هذه الفئات أسند إليه الإقرار بإتمامه باعتبارهم شركاء رئيسيين في مسيرة التنمية والعمل الوطني، إلى جانب التأكيد على أن البحرين لها الريادة في ذلك، فهي من كفلت حقوقهم عن طريق إصدار عدد من القوانين والتشريعات النافذة، ناهيك عن إطلاق الاستراتيجية والخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2012، وفي ذلك خير دليل على حقيقة ما تم ذكره آنفا والذي يعترف فيه القاصي والداني.